مغنية أوبرا ومؤسسة مهرجان عمان الأوبرا الذي قمت بتأسيسه سنة 2017 بأول أوبرا في الأردن على خشبة مسرح المدرج الروماني في عمان بعنوان لا ترافياتا، الموسيقار الشهير في عالم الأوبرا الإيطالية فيردي. المهرجان هو أول مهرجان للأوبرا في العالم العربي ويستمر لليوم. انطلاقة المهرجان قامت بالتركيز على بناء جسور ثقافية بين البلدان المختلفة بمشاركة مواهب متعددة من الأردن وخارج الأردن وبالتعاون مع الحكومة المحلية والخارجية. بدأ مشوار التعاون الثقافي مع الصين بمشاركة أوركسترا سيتشوان الكلاسيكية طبعا في أوبرا لا ترافياتا، ومما كان تعاونا جميلا وناجح جدا. عند تسجيل ألبومي الثاني القنطرة 2، وهو القنطرة باللغة العربية يعني جسر صغير، دعيت الأوركسترا لتسجيل الألبوم عند تواجدهم في الأردن. عندئذ دعيت أنا لاختتام مهرجان Arab Arts في سيتشوان بمقطوعة صينية بعنوان حلم طريق الحرير مع مغني الأوبرا المشهور وانغ تشوان يوري. وبما أن كلمات المقطوعة تجسد فكرة بناء جسور ثقافية بين الحضارات المختلفة، انتهزت الفرصة لتسجيلها في بيجين لتكون الأغنية الأساسية على الألبوم بعنوان القنطرة 2 زينة في الصين. استمرت مسيرة التعاون عند حدوث الجائحة كورونا للأسف ب 2020، ولكن كنت طبعا سعيدة جدا بمشاركتي بمهرجانات عديدة أونلاين وكانت منظمة من قبل الحكومة الصينية، والذي ولد علاقة قوية وحميمة بين الثقافتين بالتبادل الثقافي والتعرف على الحضارة الصينية بشكل أكبر. لقد عرف الصينيين أيضا على الثقافة المحلية والعربية بشكل عام عن طريق الموسيقى والفن. أتمنى أن تستمر هذه المسيرة بجهود من الطرفين والبلاد العربية الأخرى. وشكرا. لا أريد إلقاء كلمة طويلة جدا لأن أعرف أن طال الحديث، فأريد أن أنهي الكلمة بغنائي لجزء صغير من مقطوعة حلم طريق الحرير باللغة الصينية. تفضلي. Oui, dans le pendouichi, tuichi dans le chiban. جميل جدا، جميل، برافو، شكرا شكرا. برافو. دعوة، ويسعدني دوما أن أغني باللغة الصينية وأغني هذه المقطوعة اللي أحبها جدا ومن كل قلبي، وأتمنى أن أزور الصين مرة أخرى في المستقبل القريب. وشكرا جزيلا للجميع، فأنا استمتعت أيضا بالاستماع إليكم، استماع للجميع بكل الكلمات الجميلة والأعمال الجميلة من فن وخط عربي جميل جدا. وأريد أيضا أن أقول لكم أن الرسمة التي خلفي هي رسمتي أنا، فأنا أرسم أيضا. أنت فعلا فنانة ورسامة، ما شاء الله، ومغنية ومطربة.